بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس فيتري. ان شاء الله غادي نديروا التصحيح ديال ليمينولوجي اللي تحطات في لاسيسيون نورمال ديال 2017. دونك كنهضروا على الدروس ديال الثانيه بكالوريا اس في تي، وبطبيعه الحال كنهضروا على لا بارتي وهي لينيتي 1 الوحده الخامسه، اولا وي الوحده الخامسه اللي هي ليمينولوجي. فغادي نبداو مباشره في الاسئله ديال 2017 المتعلقه بالليمينولوجي، فاش حطات على يعني في لا بروميير بارتي، هذوك خمسه النقاط ديال لا بروميير بارتي على شكل كي سي ام وكيستيون ديريكت وكيستيون ديال فري او فو. اذا هنايا انتبهوا، بور شاكين دي بروبوزيسيون نيميروتي دو 1 ا 4، دونك ربعه لي بروبوزيسيون مرقمين من واحد حتى اربعه، اليا ان سول، ضروري تركزوا على هاد ان سول سيجستيون لي كوريكت، يعني وحده اللي صحيحه، مفهوم؟ إذا غادي نقراو مفهوم طريقة الإجابة، راه غوكوبي لي كوبلي، دونك هذيك لي كوبلي غنقلوهم واحد مع شنو، يعني الاختيار رقم واحد مع اش من حرف، دونك إيدوني أشاك نيميرو لا ليتر كي كوريسبون على سيجيستيون كوريكت، يعني كل رقم واحد جوج ثلاثة أربعة غنعطيوه لا ليتر أ ولا بي ولا سي ولا دي ديال لا سيجيستيون اللي هو كوريكت. نبداو برقم واحد، لو كومبلكس ايمين سو فورم باغ لا ليزون، دونك كيفما كتعرفوا بان المركب المناعي ولا المركب المناعي لو كومبلكس ايمين سي كوا سي تي ليزون اونتر كوا اي كوا اونتر ان انتيكور اي ان انتيجين. دونك هنا فاش كيكون الجمل بساط راه باين الجواب، انتيكور بو انتيجين هما اللي كاينين في الاختيار رقم دي. دونك انا راه كنوريكم دابا نحاولوا نصحوا وفي نفس الوقت تنهضروا على المنهجيه. اذا هنا فاش كتكون لا كيستيون سامبل راه اونتيجين و اونتيكور بلا ليزون راه باينه، لا ليزون بيناتهم كتكون لنا واحد المركب مناعي. نشوفوا معايا هاد التمرين هذا، السؤال الثاني، لا 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 دوزيام بروبوزيسيون، لا سيروثيرابي ايت ان مويان دو سوتيان دو سيستيم ايمينيتير كو اسيغ او كور، يعني اللي كيسمح للجسم باش، دونك انتبه معايا، لا سيروثيرابي هي من لي مويان ديال سوتيان سيستيم ايمينيتير، يعني وسائل، يعني شابيتخ الاخر، وسائل دعم الجهاز المناعي. اذا باش كنستعملوا الجهاز المناعي، دونك واش سيتشين ايمينيتي اكتيفي كونتر لونتيجين؟ نو، سي با زين ايمينيتي اكتيفي كونتر لونتيجين، حيت ما كنكونوش عارفين لونتيجين، ولكن كنكونو درنا واحد واحد يعني واحد الى ما بغينا نقولوا واحد ليليمون اللي كيفا بروتيجي لو سيستيم ايمينيتير. دونك حنا كنضيفوا شي حاجه بحال السيستيم ديال الجلبه، كنضيفوا شي حاجه اولا كنعطيو للجسم واحد الذاكره باش هذيك الذاكره الا جا يعني لونتيجين غادي يتعرف عليه. دونك ان ميموار ايمينيتير كونتر لي زونتيجين، دونك ماشي بريسيزامون اي ميموار ايمينيتير مي سي تشين بروتيكسيون. دونك هنا بي و سي، كون ما كانتش هاد الجمله سي غادي نختاروا بي، علاش؟ حيت بي ايتون ميموار ايمينيتير نقدروا نعتبروها صحيحه، ولكن مادام كاينه هاد لا بروبوزيسيون سي ان بروتيكسيون انستونتاني، واحد الوقايه لحظيه يعني زمنيه مرتبطه بالزمن لحظيه كونتر لي زونتيجين، دونك هذاك الاختيار سي هو اللي صحيح. بالنسبه لا ميموار ايمينيتير سو مانيفيست باغ، يعني باش كتبان لينا لا ميموار ايمينيتير؟ واش دي زونتيكورب كي بيرزيست لونتون، واش مضادات الاجسام اللي عاشت او اللي كتبقى واحد المده طويله افورت دوز؟ نو، ماشي اونتيكورب كيبقى مده طويله وماشي افورت دوز، حيت لافورت دوز غادي تقتل. Des plasmocytes qui sécrètent des grandes quantités d'anticorps pour une longue durée. Non, les plasmocytes, oui, qui se développent dans la mémoire immunitaire, mais pour une longue durée, ou mais qui sécrètent une grande quantité d'anticorps pour la longue durée. Donc, la longue durée. La proposition, c'est que nous avons des lymphocytes spécifiques, sensibilisés, كي بيرزيست لونتون دون لو كور. دونك بيان سور هذيك المناعي يعني الذاكره المناعيه هي شنو؟ هي واحد اللمفاويات ال بي ولا ال تي، مفهوم؟ ماشي بلاسموسيت وماشي انتيكوب، دونك ال بي ولا ال تي اللي كتكون جزء منها فاش تعرفت المره الاولى على المولد المضاد، جزء منها كيمشي يدير لنا واحد الذاكره. دونك سو سون دي لامفوسيت سبيسيفيك اي سونسيبيليزي، حيت ديجا تعرفت على المولدات، كي بيرزيست لونتون يعني كتبقى واحد المده طويله في الجسم. دونك الاختيار سي هو اللي صحيح. دونك دي ماشي صحيح، علاش؟ دي زونتيجين كو لورغانيزم كارد، ماشي الجسم ما يمكنش يخلي عنده لي زونتيجين، مفهوم؟
الو الا مشينا اختيار رقم 4 شنو تيقول لنا لي لينفوسيت تي سي توكسيك ريكونيس لي سيلول انفيكتي سويت على ليزون. يعني شنو يعني لا ليزون ديال التعرف ها لا ريكونيس ديال يعني التعرف ما بين لينفوسيت تي ال تي سي توكسيك مع لي سيلول انفيكتي باش كيكون دونك ا او بي او سي او دي كيقول لنا دي ريسبتور تي دي ريسبتور تي دي ريسبتور ولكن هاد لي ريسبتور واش معاهم ان ماركور سي دي 4 ولا سي دي 8 سي دي 4 ولا سي دي 8 بطبيعه الحال ال تي سي تيكون عندهم سي دي 8 ماشي سي دي 4 كيكون عندهم سي دي 8 اذا هذا الاختيار ا والاختيار سي تقصاو شنو بقى لينا بقى لينا بي ودي علاش لان ا وسي شنو فيهم فيهم سي دي 4 وفيهم سي دي 4 سي دي 4 مع تي الوغ كو بي ودي فيهم سي دي 8 مع تي سي دي 8 مع تي ولكن باش نفصلوا ما بين بي ودي شنو غنمشيو نكملوا الجمله افيك لو ديتيرمينو اونتيجينيتيك اي لو سي ام اتش هنا كيقول لنا افيك لو ديتيرمينو اونتيجينيتيك اي لو سي ام اتش 2 هنا كيقول لنا سي ام اتش 1 من طبيعه الحال فاللي كيكون مع لو ديتيرمينو مع لو ديتيرمينو هو لو سي ام اتش 1 هو اللي كيتمكن او هو المسؤول عن التعرف على الخلايا يعني يعني اللي هو او هو اللي كيحدد لنا الخلايا اللي او يعني لي زونتيجين لي زونتيجين الوغ هنا كنكونوا يعني اختارينا اش كيخصنا دي نكتبوا وحده واحد نكتبوا وحده دي وحده جوج نكتبوا وحده سي وحده ثلاثه كذلك نكتبوا سي وحده اربعه كذلك نكتبوا بي نمشيو للسؤال الثاني قال لنا ديفينيغ لي جين دي كومبلكس ماجور دي ستوك كومبتابيليتي دونك كومباتيبيليتي دونك هاد الكومبلكس سي ام اتش سي ام اتش لي جين ديال لو سي ام اتش دونك شكون هما لي جين كيخصنا بزاف تعاريف كاينين ولكن هنا خصني ندير واحد التعريف اللي كيربط لنا ما بين لي جين والكومبلكس دونك شنو العلاقه ما بين لو جين والكومبلكس اولا هذيك البروتيين دونك هي واحد العلاقه ديال الكونترول علاقة ديال الكونترول يعني سي لونسومبل دي جين كي كونترول لو كومبلكس ماجور دي ستو كومباتيبيليتي لوتوغراف شنو كاين ليتيروغراف وكاين لوتوغراف لوتوغريف باردون لوتوغريف او ليتيروغريف ليتيروغريف شنو هو هو كناخذ واحد الاورغان ولا واحد الطريف ديال الجلد ولا واحد سميتو وكنزرعوهم عند فرد اخر ماشي من نفس الكائن الحي دونك من نفس النوع ولكن عند يعني كائن حي اخر من نفس النوع مفهوم يعني مثلا غناخذو من عند قط وغندفعو وغنزرعو عند قط غناخذو من عند هذيك تسمى ليتيروغراف اما لوتوغريف فعند نفس الكائن الحي عند نفس الكائن الحي مثلا عند نفس الشخص كنقطعوا له من البلاصه وكنلصقوا له من البلاصه اذا التعريف غيكون على هذا الشكل لي جين دي كومبلكس ماجور ديستو كومباتيبيليتي دونك كيخص تكون عندنا واحد لا ريبونس كوريكت بحالاش بحال هو لونسومبل دي جين كي كونترول لي ماركور مومبرانير سي ام اتش شنو معنى لي ماركور مومبرانير هو سي ام اتش سي ام اتش 1 وسي ام اتش 2 دونك سي لونسومبل دي جين كي كونترول لوتوغريف قلنا هو شنو غريف ان تيسي او ان اورغان يعني نزرعوا واحد النسيج اولا واحد العضو لو غريفون دان دونور من عند واحد المعطي كي لو ميم لو ريسيفور يعني فاش كيكون دونك كنهضروا على لوتوغريف فاش كيكون لو دونور هو نفسه لو ريسيفور الوغ هنايا اون دو ريبوندي بار فري او فو مفهوم كل لتر ا او بي او سي غادي نكتبوا لي لتر ا او بي او سي وقدامهم واحد الجمل دونك في التحرير فاش نكونوا كنجاوبوا بلا ما نكتبوا الجمل غنكتبوا غير لي لتر دو شاكين دي بروبوزيسيون اي اكريفي دوفون تيل يعني قدام كل حرف غادي نكتبوا واش فغي ولا فو لي ماكروفاج ريكوني سبيسيفيكمون لي زونتيجين يعني شنو يعني لي ماكروفاج كيعرفوا بشكل خاص لي زونتيجين بحال لا بغينا نقولوا كل اونتيجين عنده ماكروفاج لا هاد لي ماكروفاج هو واحد لي سيلول ديال ديفونس ولكن ستاندار هما الاولين كيتعرفوا على لي زونتيجين دونك ماشي سبيسيفيك كل اونتيجين عنده لي ماكروفاج ديالو دونك سي فو L'immunoglobine, les immunoglobines sont des protéines sériques, donc les immunoglobines, يعني الكريات المناعتية. Les lymphocytes B, les lymphocytes sont des protéines sériques qui se lient spécifiquement aux antigènes. Donc, fiche qu'on dخلوا لعند الخلايا المناعتية واللي كنبداو نهضروا على لي لينفوسيت بي دونك سو سون دي بروتيين اللي كيميزوا لينا هذيك لينفوسيت وهذوك لي بروتيين هما اللي عندهم واحد العلاقه ديال لا سبيسيفيتي مع لونتيجين يعني ما تيتفيكساوش مع اي اونتيجين عندهم دي زونتيجين سبيسيفيك ديالهم دونك سي فري
لي زيستامين سو فيكس. لي زيستامين يعني هذاك البروتين ديال لا دولور سو فيكس سير لو مومبران دي سيلول سيبل. علاش؟ بور فورمي لو كومبلكس داتاك مومبرانير. نو ماشي ماشي الدور ديالو هو الفورماسيون ديال الكومبلكس داتاك مومبرانير. هادو كاينين دوتر بروتيين. لا فاز دو سونسيبيليزاسيون اليرجي كونسيست ان لا فيكساسيون دي زونتيكورب سبيسيفيك de l'allergène sur les membranes des mastocytes et des basophiles. Donc هنا هادي ماشي ماشي هي لا فاز. لا فاز ديال لا سونسيبيلازاسيون allergique consiste en fixation des anticorps spécifiques oui mais de l'allergène sur les membranes des mastocytes non. Donc هادي c'est faux. Alors on va basons cerveau répondez aux questions suivantes. Alain Snorta, Alain Snorta. Qu'est-ce que c'est que un séropositif vis-à-vis le VEH. Un séropositif dit le VEH, il y a un autre. Parce qu'on dit séropositivité ou un séronégativité, يعني واش شخص حامل للمرض ديال le VEH ou la غير حامل للمرض. C'était les deux mécanismes différents de la destruction de l'infocyte suite à une infection par le VEH. Et donc, il y a un tabiat l'hal juste torok, le kan arfo, ou le juste l'aliyet, bach yitouqa la destruction de l'infocyte. Lymphocytes T4 qui sont, yani, qui sont infectés par le VEH. Alors, le séropositif que me gulna, ouah, la présence d'anticorps spécifiques contre les déterminants antigéniques dit le VEH contre un sérum. Donc, un accepter toute réponse, yani, le muhim wesh non, ouah, la présence dit les anticorps spécifiques contre le déterminant antigénique dit, yani, qui reçoit un modèle de l'HCM, chnou un séropositif, il est tawajoud dans le dam de l'insan dit un modèle de l'HCM, khassa, ياش خاصة لعند هادوك لي ديتيرمينو اونتيجينيك ديال الفي اي اش. بالنسبة لي ميكانيزم ديال لا ديستريكسيون ديال لانفوسيت تي 4 سويت اين انفيكسيون باغ الفي اش كاينين عندنا. اولا لا ديستريكسيون ديال لانفوسيت تي انفيكتي باغ لي لانفوسيت ال تي سي تي توكسيك يا اما تيقتلهم لي لانفوسيت ال تي سي تي توكسيك. لا ملتيبليكاسيون دو في اي اش دون لي لانفوسيت تي ال تي 4 ce qui cause leur mort donc qui dit le mort ديال الخلايا ديال اللمفاويه تي 4 qui sont infectées. La fixation des anticorps spécifiques au VEH sur les LT4 infectés يعني التثبيت ديال واحد مضادات الاجسام موجهه ضد ال VEH على الخلايا ديال LT4. La formation de synostium à partir de LT4 ou la mort de LT4 infecté par apoptose وهي الظاهره ديال يعني الموت الا بغينا نقولوا الموت العشوائي او الموت عفوا المبرمج. نهايه هذا الفيديو نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.